وينضم إلينا مراسل الغد من مستشفى المعمداني بمدينة غزة حمزة حماد. حمزة أهلا بك، كلمنا أكثر عن هذه المجزرة الإسرائيلية الأخيرة في مشروع بيت لاهيا، وهل من تفاصيل جديدة أتيحت لك بخصوصها؟ نعم زميلي نبيل، يعني تصريحات واضحة صدرت عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، والذي تحدث بوضوح عن انهيار المنظومة الصحية في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وفي ظل تصاعد وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية على المستشفيات من جانب وعلى منازل المواطنين والأحياء السكنية. نحن نتحدث عن مجزرة كبيرة بحق المواطنين وبحق المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 70 شهيد حتى هذه اللحظة. وفق المكتب الإعلامي الحكومي قال أنه تم التعرف على 73 شهيدا حتى هذه اللحظة، إضافة إلى وجود مفقودين داخل هذه الاستهدافات، أي بمعنى تحت الأنقاض، وهناك عدد كبير من الإصابات يتم التعامل معهم على أساس المفاضلة في ظل الإمكانيات الطبية الصعبة التي يعني تشهدها تلك المنطقة، التي تشهد في هذه اللحظات ونحن على الهواء مباشرة إطلاق نار من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي الذي يطلق النار بشكل مكثف ومركز على منطقة غرب مخيم جباليا في محيط منطقة الصفاوي والفلوجة وحي لتوان. هذه المنطقة أيضا التي تشهد عملية اشتباك بين المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في تلك المنطقة، والتي تعتبر منطقة لتوان هي إحدى المحاور التي تتقدم منها آليات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن إطلاق نار، ربما تستمعون الآن إلى أصوات إطلاق النار، بالإضافة إلى قيام طائرات الكواد كابتر بإطلاق النار على منازل المواطنين في منطقة جباليا البلد. وحسب المعلومات الأولية هناك عدد من الإصابات جراء هذا القصف، الآن تحليق مكثف وتجدد لإطلاق النار من الطيران المروحي. بالعودة إلى طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية، كان هناك استهداف لمنزل أيضا في منطقة المنشية في وسط بلدة بيت لاهيا غرب شمال قطاع غزة، هذا الاستهداف الذي خلف عدد من الإصابات أيضا. نحن في ذات السياق نتحدث أيضا عن وجود استهدافات أخرى من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في وسط مخيم جباليا وفي منطقة الفلوجة، بالإضافة أيضا إلى استهداف أو قيام الطيران المسير بإطلاق النار والتحليق المكثف والمركز في منطقة شرط جباليا محيط مستشفى العودة ومحيط مستشفى الأندونيسي. هذه المنطقة التي تتواجد فيها آليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأندونيسي، كما شاهدنا اليوم عندما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي ببث بعض المشاهد لعملية اقتحام مراكز اللواء للنازحين وإجبارهم على ترك تلك المنطقة والتوجه جنوبا عبر شارع صلاح الدين والتحقيق معهم وفق أساليب عنيفة، وفق شهود عيان وفق الروايات التي تلقيناها من المواطنين الذين خرجوا مشيا على الأقدام تجاه منطقة مدينة غزة ورفضوا أن ينزحوا إلى منطقة الجنوب. الأوضاع في شمال قطاع غزة صعبة للغاية. في على صعيد مدينة غزة كانت هناك عمليات استهداف أيضا لمنازل المواطنين ولمناطق بنى تحتية. قبل قليل كانت هناك غارة إسرائيلية على منزل يعود لعالي الدلول في وسط مدينة غزة محيط برج داود. هذا الاستهداف خلف عدد من الإصابات، وصلوا إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وبالتالي الاستهدافات ما زالت متواصلة والتحليق لطائرات الاحتلال بكل أنواعها، الطائرات الحربية والطائرات المسيرة والطائرات المروحية ما زالت تحلق في الأجواء بشكل ومكثف. ربما تشتد وتيرة هذه الاستهدافات أكثر وأكثر في ظل أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت متواصلة، وأن يعني نتحدث عن تحرك نشط لآليات الاحتلال الإسرائيلي سواء من المنطقة الغربية لشمال قطاع غزة، أي بمعنى تقدم من منطقة بلدة بيت لاهيا، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية وهي شرق منطقة جباليا البلد. هذه المنطقة التي يعني شهدت عملية قصف مركز صباح هذا اليوم، وكان هناك عدد من الشهداء والجرحى بعد أن قام الطيران الحربي باستهداف أكثر من 4 منازل في هذه المنطقة. ما زالت عملية القصف متواصلة والاحتلال يصعد من عدوانه على المدنيين سواء في منطقة شمال قطاع غزة أو حتى محافظة مدينة غزة. من مستشفى المعمداني بمدينة غزة، حمزة حماد مراسل الغد، شكرا لك.